في ظل استمرار الضغوطات الدولية على النظام الإيراني، وضعت الولايات المتحدة استراتيجية جديدة تهدف إلى الوصول بالمصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى الصفر أو ما يعرف بالتصفير النفطي، في مسعى لإحكام الضغط الاقتصادي على النظام الذي يواجه اضطرابات داخلية، بينما تبدو الخيارات أمام طهران غير واضحة. بالأمس كانت تهدد طهران بإغلاق مضيق هرمز المائي بهدف عرقلة الملاحة العالمية والخطوط التجارية، في محاولة منها لاسترجاع ما تهاوى من قليل هيبة ومكانة أمام العقوبات الدولية المتتالية. ولكن الوقت الذي يمر على إيران حاليا لم يسعفها في ذلك، لا على الصعيد المحلي ولا حتى على الصعيد الدولي، كما كانت تلعب دائما في ازدواجيتها المعهودة. أحلام إيران كلها تبددت في مهدها على يد ترامب، فقد وضعت الولايات المتحدة استراتيجية جديدة تهدف إلى الوصول بالصادرات النفطية إلى المستوى الصفر أو ما يعرف بالتصفير النفطي، في مسعى لإحكام الضغط الاقتصادي على النظام الذي يواجه اضطرابات داخلية، بينما تبدو الخيارات أمام طهران غير واضحة. الاستراتيجية الأمريكية ترتكز بحسب كبير المستشارين السياسيين بالخارجية الأمريكية براين هوك إلى شل قدرة إيران على جلب عائدات من صادرات النفط الخام. واشنطن تعتمد في تنفيذ استراتيجيتها على حزمة من الأدوات، من بينها العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في مايو الماضي، على خلفية عدم التزام طهران بتعهداتها وأدوارها التخريبية في دول المنطقة. وإضافة إلى ذلك، سيتم توفير طاقة إنتاجية احتياطية عالمية في سوق النفط بالتعاون مع حلفاء واشنطن الإقليميين، تكفي لتغطية انخفاض إمدادات الخام الإيرانية للحفاظ على استقرار الأسعار. وبينما تغرق إيران في هذه العقوبات المتتالية وتشهد حراكا داخليا يناهض سياسة الدولة، ها هو النظام لا يجد أمامه أي خيار سوى أوراق سياسية محترقة.